السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح أسوي معكم إن شاء الله الحمص بطرق سهلة وبسيطة جدا. إن شاء الله عندنا هنا الحمص مسلوق، مغسل ومسلوق. طبعا الحمص مستوي لازم يكون بهذا الشكل. عندنا هنا علبة زبادي، وعندنا كوب طحينية سائل، وعندنا عصير الليمون، وعندنا زيت الزيتون للتزيين. طبعا في ناس يستخدموا الثوم، لكن انا ما احب الثوم يكون في الحمص والمتبل، كل واحد حسب الذوق. ان شاء الله الحين راح احط الحمص هنا، وراح اضيف على الليمون، راح اضيف الزبادي، وراح اضيف الطحينية واخلطهم مع بعض. راح اضيف طبعا نص الكمية، ما راح استخدم الكمية كامل. طبعا حوالي ضفت مقدار كوبين من الحمص. الحين راح اضيف نص الليمون، بعدها اضيف الطحينية السائل بهذا الشكل، بعدها اضيف الزبادي بهذا الشكل. الحين راح نسكر ونمزج المكونات هذه كاملة. هنا بعدما اختلط راح اضيف الحين الملح، طبعا مقدار ملعقة صغيرة. راح اضيف شوية من عصير الليمون ثاني، وراح اضرب مرة ثانية. وهنا بعدما اصبح جاهز راح نحطه على صحن التقديم، ونزينه بالبقدونس وزيت الزيتون والزيتون. نشوف بعدما اصبح الحمص جاهز راح نزينه بهذا الشكل. طبعا بعدها نلف الصحن ثاني مرة. بعد كذا راح نزينه بالبقدونس الأخضر بهذا الشكل، وراح نضيف على حبة الزيتون بهذا الشكل، بعدها راح نضيف السماق بهذا الشكل طبعا، وراح نضيف شوي من حبة الحمص. بهذا الشكل، بعدها نضيف زيت الزيتون كذا. يكون طبقنا لهذا اليوم انتهي كذا. واتمنى تعجبكم الوصفات، واتمنى تشاركوها مع اصدقائكم واحبائكم. تحياتي لكم، والسلام عليكم ورحمة الله.